بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا من شرور أنفسنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم سيكون عن الشباب وتربية الشباب، انطلاقا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما اخترت الحديث عن هذا الموضوع، موضوع الشباب، لأنهم مادة الإسلام، ولأنهم قوة الإسلام، ولأن شباب اليوم هم رجال الغد، وإليهم ستنتقل مقاليد الأمور، وإليهم سيصير أمر وأمانة الاستخلاف وعمارة هذه الأرض هذا من جهة. ومن جهة ثانية اخترت الحديث عن هذا الموضوع، موضوع الشباب، لأننا اليوم في حياتنا المعاصرة نلاحظ بشكل واضح أن كثيرا من شبابنا، وأن عددا هائلا منهم، الكثير من أبنائنا وبناتنا، من فتياننا وفتياتنا، يدركون مرحلة البلوغ وليسوا على علم بما يجب عليهم أو يحرم بما هم مكلفون به ومخاطبون به نحو شرع الله عز وجل. إن مئات وآلاف البيوت والأسر يبلغ فيها الأولاد ويصير الواحد منهم مكلفا، يجري عليه القلم، وهو لم يعرف بعد ما له وما عليه، فضلا عن أن الكثير من شبابنا أيضا الذي يدرس في الجامعات وفيما دونها، وهم قد يجهلون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، قد لا يتقن أحدهم قراءة سورة من المفصل، وهذا يرجع إذن إلى إهمال هؤلاء الشباب، وإلى التقصير في الأمانة والمسؤولية نحوهم، يرجع إلى التقصير في إعداد هؤلاء الشباب وتفقيههم في دينهم
وإعدادهم لمرحلة البلوغ والتكليف. وقد اخترت أن أتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الشباب، انطلاقا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها مصدر تشريعي قد استوعب فئات المجتمع وشرائحه وطبقاته وعيناته كلها، فقد استوعب بالتربية النساء والرجال، الصغار والكبار، الشباب والكهول، العبيد والأحرار، الأقوياء والضعفاء، الرفعاء والوضعاء، كل هذه العينات وهذه الشرائح تستوعبها السيرة النبوية بالتربية والاستيعاب والصياغة والبناء وفق قيم الإسلام. والسيرة النبوية هي الوجه العملي التطبيقي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي إذن مرجع لاستنباط الأحكام الشرعية، مرجع لاستنباط القيم التربوية والتوجيهات النبوية التي تستوعب هذا المجتمع بكل شرائحه وبكل فئاته. فلأجل هذه الأمور اخترت أن أتحدث إليكم عن هذا الموضوع. وفي هذا الموضوع لقد كان شباب الصحابة رضوان الله عليهم يتربون على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإشرافه ورعايته وعلى يده صلى الله عليه وسلم، وفي السيرة النبوية الشيء الكثير من ذلك. وساعة كهذه ومجلس كهذا لا نستطيع فيه أن نقول كل شيء، ولكن أريد فقط أن أثير أمامكم أهم وأبرز القضايا التي تدخل في هذا الموضوع، موضوع تربية الشباب انطلاقا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف يتمحور هذا الموضوع وينصب على ثلاثة محاور. الأول، سأثير فيه جملة من أسس ومقومات تربية الشباب، انطلاقا من السيرة النبوية. والأمر أو المحور الثاني، أثير فيه جملة من الوسائل والأساليب والمناهج والطرق التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الشباب. ثم أخلص في المحور الثالث إلى عرض بعض النتائج وبعض ثمار هذه التربية النبوية الشريفة للشباب والفتيان. والقصد من ذلك كله طبعا هو إثارة هذا المستوى من التربية وما يجب أن ينبني على هذه الإثارة من وعي، من وعي بواقعنا، ومن وعي بمسؤوليتنا، ومن وعي بذواتنا. أبدأ إذن بالمحور الأول، وهو إثارة بعض مقومات وأسس لهذه التربية النبوية. الأساس الأول من هذه الأسس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل على ترسيخ العقيدة
ومبادئها في عقول الشباب، ترسيخ القيم الإسلامية والتصورات الإسلامية التي تربط هؤلاء الشباب بالله عز وجل وبما ينبغي ويجب له من الكمالات ومن الصفات العلى. لأن الذي توزن به حياتنا العملية إنما هو ما نحمله من فكر، وما نؤمن به من مبادئ، وما نعتقده من معتقدات، وما نغرسه في عقولنا من قيم ومن تصورات. فكل هذا ينبثق ويتبلور إلى واقعنا ويطبع حياتنا بطابع وبمستوى يكون منسجما مع هذا الذي نحمله من قيم فكرية واعتقادية. والأمة والجماعة إن شئت أن تزن حياتها ومستواها في هذه الحياة فالسبيل إلى ذلك إنما هو النظر إلى فكرها وطبيعة هذا الفكر وما تحمله من قيم وأفكار ومعتقدات. فسلوكنا العملي إذن، سلوكنا الحياتي، ما هو إلا انعكاس لما نحمله من فكر. ومن ثم إذن نلاحظ في السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوغ في هؤلاء الشباب ويبني ويشكل، أول ما يبني ويشكل تلك العقلية المسلمة، تشكيل العقلية الإسلامية المربوطة بالله عز وجل الحاملة والمستوعبة لقيم الإسلام ولمثله ولأصوله وكلياته التي منها تنبثق الحياة. فهذه المبادئ كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعمل على غرسها وعلى ملء عقول الشباب بها. ذات مرة يقول عبد الله بن عباس، وهو طبعا من شباب الصحابة زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتجاوز عمره 14 سنة، هذا الصحابي الجليل يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام. إذن فأثناء هذا الحوار وأثناء هذا التوجيه وهذا الأسلوب من التربية كان المخاطب ما زال غلاما، قد لا يكون بلغ الحلم بعد. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله، والمراد بحفظ الله هنا حفظ دينه، احفظ دين الله، احفظ دين الله تعالى من أن تنتهك حرماته أو أن تضيع فرائضه أو أن يزاغ عن حدوده. كل هذه المعاني يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الشاب الفتى ويحشوها في عقله لترسخ فيه. احفظ الله يحفظك، يحفظك من شرور الدنيا وعذاب الآخرة. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ دين الله تجد الله عز وجل أمامك. إن سألته أعطاك، وإن استنصره نصرك، وإن استعذته أعاذك، وإن استنزلت به
أنجدك، وإن دعوته أجابك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني في كل حين. ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله، يربطه مباشرة بالله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، يعني قضى الله عز وجل ما شاء أن يقضي وقدر ما شاء أن يقدر. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بمثل هذه المعاني الكبيرة وبمثل هذه القيم وهذه المعتقدات يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس الذي كان غلاما يومها. الأساس الثاني هو أساس التنشئة على العبادة، لأن الأساس الأول كما قلت القصد والنتيجة منه هو تشكيل العقل المسلم، صياغة العقل المسلم في المسلم منذ نعومة أظفاره، منذ فتوته. والأساس الثاني يخدم جانبا آخر ومقوما آخر من مقومات شخصيته، وهو مقومه النفسي الروحي القلبي، تربية القلب منذ نعومة الأظفار حتى ينشأ صاحب هذا القلب تنشئة في ظل طاعة الله عز وجل. لأن الإنسان في هذه الحياة مجلوب تجلبه وتثيره وتفتنه وتشغله كثير من شواغل الدنيا وفتنها ومشاكلها، فلا يمكن أن يصمد أمامها وأن يثبت أمامها بدينه وبإيمانه إلا إذا كان له زاد من الإيمان، إلا إذا كان له رصيد من التربية القلبية الإيمانية التي تجعله مستمرا في صلته بالله عز وجل، محافظا على هذه الصلة منميا لها ومعمقا لها. ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق العبادة وتربية القلب، وهو ما يعانيه لا أقول الشباب فقط، بل إن العالم الإسلامي اليوم، بل العالم البشري كله، أزمته الكبرى في عصرنا هذا هو أزمة الروح. أزمة عالمنا اليوم بمسلمه وكافره، بشرقه وغربه، أزمة العالم اليوم هي أزمة الروح، أزمة الفراغ الروحي، أزمة الخواء النفسي، ضعف التربية القلبية وما ينشأ عنها من ضعف الصلة بالله عز وجل. وقد نتج عن هذا الضعف وهذا الخواء والفراغ كثير من الأزمات، كثير من المشاكل. إن كافة المسلمين، أو إن شئنا أن نتحفظ، جل المسلمين اليوم في عصرنا هذا يعيشون مشاكل، يعيشون أزمات، يعيشون كوارث، مصائب اقتصادية واجتماعية أسرية سياسية، وهذه الأزمات والكوارث والمشاكل الحقيقة أن
أهم سبب فيها هو هذا الفراغ الروحي. ما يعانيه أو ما يعانيه المسلمون اليوم من تمزق في الصف ومن تآكل في هذا الصف ومن صراع وشقاق ونزاع وما ينشأ عنه من تطاحن بينهم، كل ذلك أهم منافذه وأهم مداخله هو هذا الفراغ الروحي. كثيرا ما نعلل أنفسنا حينما نقع في مشاكل ومصائب فنقول إن المؤمن مصاب. صحيح إن المؤمن مصاب، ولكن ينبغي أن نعلم أن كثيرا من هذه المصائب التي تصيبنا هي من بأسبابنا نحن، بفعلنا نحن، بتقصيرنا نحن، بضعفنا الإيماني. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. يجب أن نعلم أن كثيرا مما يصيب المسلمين وشبابهم في الطليعة من هذه الكوارث وهذه الأزمات وهذه المصائب، يجب أن نعلم أن جملة كثيرة منها هو عقاب لنا، هو ابتلاء عقاب. فالابتلاء لا يكون دائما وأبدا من قبيل المؤمن المصاب، بل كثيرا ما يكون عقابا لنا. فلذلك إذن نلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذه المرحلة في المسلمين، مرحلة الفتوة والشباب، مرحلة نعومة الأظفار، مرحلة الصغر، فينشئ الناشئة في المجتمع والأمة على الصلة بالله، ينشئها على عبادة الله وطاعة الله والتقرب إلى الله عز وجل. ذات مرة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم تحدث له عن عبد الله بن عمر، هذا صحابي آخر وكان شابا أيضا، أثني له عليه بمحضره صلى الله عليه وسلم، فقال ما معناه؟ نعم الفتى عبد الله لو كان يقوم الليل، لو كان يقوم الليل. فكان ذلك تحفيزا لهذا الصحابي الفتى على أن يأخذ زاده هذا من قيامه، وفعلا ما ترك هذا القيام إلى أن مات. وفي هذا الشأن أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويذكر ضمنهم الشاب الذي نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله. ويأمرنا كما هو معلوم، يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع حتى نعدهم ونمرنهم عليها. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين. فإذا الأساس الثاني كما قلت هو هذه التنشئة التي أشرف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التنشئة على العبادة تربية وإقامة وإصلاحا لهذا المقوم المهم جدا في شخصية الإنسان، وهو المقوم الروحي والمقوم النفسي. ومعلوم أن القلب هو مصدر صلاح صاحبه أو فساده، ومعلوم أيضا أن هذا المقوم هو الذي يزود غيره من المقومات. فلا يمكن أن يعمق المقوم العقلي والحسي المادي إلا إذا كان هذا المقوم الروحي القلبي النفسي يأخذ حظه من التربية والتعميق والتنمية.
ثم الأساس الثالث الذي يأتي فعلا في الرتبة الثالثة هو الالتزام بأحكام الإسلام، الالتزام بمضامين الإسلام والوقوف عند حدوده. كان صلى الله عليه وسلم يربي الناشئة الشباب على أن يعلموا ما لهم وما عليهم نحو دينهم، أن يكونوا واعين بمسؤوليتهم وأمانتهم نحو دين الله عز وجل، لأنه كما قلت، لأن الشاب كما قلت حينما يعني يصل إلى مرتبة البلوغ فإنه صار مكلفا مخاطبا بشرع الله عز وجل، فكيف وطبعا صار يعني القلم يجري عليه والملكان يسجلان أعماله وتصرفاته وكل ما يصدر منه من قول وفعل، فكيف إذن يكون في مستوى هذا التكليف إن لم يكن عنده علم وفقه بما له وما عليه في دين الله عز وجل؟ ومن المعلوم أن البيت والأسرة من الأسس التي يجب أن تبنى عليها وأن تحقق، أول ما تحقق فيها هو أن تقوم على أساس إقامة شرع الله داخلها، داخل الأسرة. لا يكون البيت مسلما ولا تكون الأسرة مسلمة إلا إذا أخضعت قضاياها ونوازلها الداخلية وحوادثها لشرع الله عز وجل. لا تكون مسلمة إلا إذا حلت مشاكلها بشرع الله عز وجل. لا تكون مسلمة إلا إذا كانت القرارات داخلها تؤخذ وتقرر وفق شرع الله عز وجل. لينشأ الأولاد في هذا الحضن، لينشأ الأولاد داخل هذا البيت وهم محكومون بشرع الله، يتعلمون شرع الله. الله عز وجل يقول في تقرير هذا الأساس الكبير: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. معنى الآية أن الزوجين اللذين هما دعامة الأسرة وأساس البيت إذا لم يكن عندهما استعداد واتفاق على إقامة شرع الله داخل هذا البيت، إذا لم يكن عندهما عزم على إخضاع البيت وقضاياه ومشاكله ونوازله لشرع الله عز وجل، فالأفضل لهم بل الأولى والأوجب أن يفترقا. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله أي داخل البيت فلا جناح عليهما، لا حرج ولا بأس فيما افتدت به، فيما خالعته به. فالقرآن هنا يفضل أن تفترق وأن يتباين الزوجان ولو عن طريق الخلع، يعني يوثر هذا من أن يقوم بناء معوج، من أن تقوم أسرة ويبنى بيت على أساس غير شرع الله. بل أكثر من ذلك، حتى إذا افترقا ووقع الطلاق فإنه لا يمكن أن يتراجع وفق شرع الله عز وجل إلا إذا كان عندهما استعداد لإقامة شرع الله وللانضباط به والاحتكام إليه في قضايا البيت.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. شرط: إن ظنا أن يقيم حدود الله. مفهوم هذا الشرط إذا لم يكن عندهما غلبة الظن بإقامة شرع الله داخل البيت واحتكام إليه فالأولى أن لا يتراجع، وإلا فسينبني بيت غير مسلم. إذن هذا الأساس الذي يقرره القرآن الكريم أساسا لبناء البيت المسلم ودعامة لنشوء الأسرة المسلمة التي من مثلها ينشأ المجتمع المسلم، أقول في ظل هذا الأساس يجب أن ينشأ الأولاد. فلهذا نرى ونجد في تتبعنا للسيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يسعى إلى أن يدخل في عمله التربوي في إطار العملية التربوية للشباب والأبناء والأولاد هذا الأساس، وهو يعني تعليمهم أمور الدين وتربيتهم على الانضباط داخل هذا الدين والاحتكام إلى شرعه والسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله والوقوف عند حدود الله عز وجل. كل هذه المعاني كان يربي عليها الشباب. ذات مرة كان راكبا صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الفضل بن العباس ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وكان فتى صغيرا، وكانت امرأة من خثعم شابة وسيمة تسأله صلى الله عليه وسلم عن بعض أمورها، وكان الفضل من ورائه ينظر إليها، فأخذ بيده رأسه وأداره عن المرأة. فهذا توجيه فعلي وتربية عملية، تربية لهذا الفتى على أن يلتزم بحدود الله وأن يقف عند حدود الله عز وجل. وذات مرة جاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق، دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهي كاشفة بعض أعضاء جسمها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعلمها إذن ويربيها على أن تلتزم بشرع الله حتى في مظهرها، لأن شرع الله تعالى وأحكامه يعني كل ووحدة متكاملة شمولية لا تجزئ فيها ولا انفصال ولا انفصام. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والأولياء والقيمين على الأولاد والشباب فيقول: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك وقاية لهم ولكم من النار. الحديث رواه ابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن عباس. فكما كان هو صلى الله عليه وسلم يتدخل هذه التدخلات ويوجه هذه التوجيهات المباشرة يأمر الأولياء بذلك. ثم ننتقل إلى الأساس الرابع، وهو أساس الالتزام بآداب الإسلام وفضائله ومكارمه. فإلى جانب الفقه بأحكام الإسلام مما هو ضروري ومما هو من مقتضيات التكليف، أقول إلى جانب ذلك كان يربي هؤلاء الشباب ويغرس فيهم مكارم الإسلام، آداب الإسلام في عاداتهم، في مجالسهم، في مأكلهم، في مشربهم، في علاقاتهم،
وفي هذا نستحضر قوله صلى الله عليه وسلم لبعض فتيان الصحابة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، وأحسنوا أدبهم. وجعل صلى الله عليه وسلم من حقوق الأولاد على آبائهم أن يحسنوا أدبهم ويحسنوا أسماءهم، ومثل هذا كثير. لأن هذه الآداب والمكارم والفضائل إنما تنشأ في الشخص ويتحلى بها بعد التزامه الفعلي العملي بمضامين وأحكام الإسلام. فالتطبيق الفعلي للإسلام والالتزام العملي به وبمقتضياته والوقوف عند تكليفه، هذا الالتزام وهذا التطبيق وهذا السلوك الفعلي ينشأ عنه تلقائيا، أو تنشأ عنه تلقائيا مكارم وآداب وأخلاق. ثم ننتقل إلى الأساس الخامس، وهو ترسيخ القوة وحب الإسلام في نفوس أولئك الشباب، حتى لا يكون جانب في شخصياتهم يطغى على جانب آخر، حتى لا نكون قد سعينا إلى تكوين شباب رهبانيين، شباب معزولين عن الحياة، ضعفاء أو مستضعفين. فإلى جانب ما تقدم، إلى جانب ما تقدم، كان صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوبهم وفي نفوسهم القوة والشجاعة والجرأة في الحق وحب الإسلام، حتى إن فتيان الصحابة رضوان الله عليهم وشبابهم وصغارهم كانوا يتسابقون إلى الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك والغزوات. كان الفتيان الذين لم يبلغوا الحلم يومئذ كان أحدهم يقف أمام رسول الله حينما يستعرض من يخرج معه، كانوا يقفون على رؤوس بنانهم ليظهروا طوالا أمامه صلى الله عليه وسلم حتى يجيزهم في الخروج. وكان الواحد منهم إذا منع من الخروج يبكي. ومن أمثلة ذلك يقول الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص يحكي عن أخيه الفتى الذي كان من هؤلاء المتسابقين إلى الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك. يقول سعد بن أبي وقاص: رأيت أخي عميرا، كان ما زال شابا، قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتوارى، يعني يختفي عن أعين النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما لك يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردني، وأنا أحب الخروج، لعل الله أن يرزقني الشهادة. هذا فتى شاب صغير السن، عمره 19 سنة، وهو يتمنى أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتمنى أن يرزق الشهادة. قال: فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده لصغره فبكى، فأجازه عليه الصلاة والسلام، يعني حينما رأه يبكي أجازه وقبل خروجه. قال سعد: فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره. كان أخوه سعد يعقد حمائل سيفه من لصغر
جسمه، فقتل وهو ابن 16 سنة رضي الله عنه وأرضاه. مثال ثاني، جاءت امرأة بابن لها غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقالت: يا رسول الله، إن ابني يقاتل عنك. فهي مستعدة لهذه التضحية، وهو أيضا مستعد على صغر سنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبله وأخرجه معه، حينما بدأت المعركة وحمي وطيسها، قال أو كان يقول لهذا الفتى: أي بني احملها هنا، أي بني احملها هنا. فأصابته جراحة فصرع، يعني قتل. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: أي بني، يعني يا بني، لعلك جزعت. قال: لا يا رسول الله. يقول هذا وهو يفارق الحياة. ومثال ثالث يحكيه لنا عبد الرحمن بن عوف، قال: إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار، فغمزني أحدهما فقال: يا عماه، أتعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم، وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي أيضا مثلها، فلم ألبث أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه. فإذا هذا أساس من الأسس الذي كان يربي عليه الشباب، أساس القوة والشجاعة والجرأة في الحق، وتقديم دين الله عز وجل على ما سواه. الأساس السادس هو تربيتهم على العفة والسمو الروحي، الرفعة والتسامي بالنفس والروح، لا سيما والمعروف والمعهود في هذه الفترة، فترة المراهقة، فترة الفتوة، أن النفس تكون ميالة إلى الهوى، ميالة إلى فعل السوء والفاحشة. فلذلك كان ضمن هذه الأسس التي قامت عليها تربية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، تربية هؤلاء على العفة والسمو والتسامي، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين، بين الذكور والإناث داخل المجتمع. ومما يمكن إثارته ضمن هذا الأساس من صور ومظاهر لتحقيقه، هناك أولا دعوتهم وحثهم على الزواج المبكر إحصانا لأنفسهم، واستعفافا من أن تزل أقدامهم. الحث إذن على الزواج المبكر: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وفي هذا الشأن أيضا ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما، أنه قال صلى الله عليه وسلم: الغلام يعق عنه يوم السابع،
ويسمى ويماط عنه الأذى، فإذا بلغ 6 سنين أدب علم، وإذا بلغ 9 سنين عزل عن فراشه، فإذا بلغ 13 سنة ضرب على الصلاة والصوم، فإذا بلغ 16 سنة زوجه أبوه، فجعل هذا من حقه على أبيه، زوجه أبوه، ثم أخذ بيده وقال: قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك، زوجتك، أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة. والصورة الثانية كذلك أنه كان يأمرهم ويحفزهم ويعلمهم كيف يجتنبون المثيرات، لا سيما هذا الجانب، مثيرات الجانب الجنسي. وفي هذا يدخل أو تدخل كثير من التشريعات، فيدخل في ذلك أنه منعهم من الاختلاط المثير الفاتن المشبوه، منعهم من الخلوة، منعهم من النظر المتواصل، وأمرهم بغض البصر، وأمرهم بالاستئذان، فكل ذلك من أجل اجتناب هذه المثيرات. هذه إذن جملة من الأسس التي قامت عليها تربية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، لشباب عصره، للشباب الذي كان جيلا فريدا في هذه التربية. وأنتقل الآن إلى المحور الثاني لأثير بإيجاز جملة من الوسائل والأساليب والمناهج التي اعتمدها صلى الله عليه وسلم في هذه التربية، في تحقيق هذه المقومات وهذه الأسس. الأساس الأول هو أساس القدوة الصالحة، فما من أمر كان يأمر به الشباب أو ينهاهم عنه أو ينصحهم به أو يعظهم به إلا وكان هو الأول الفاعل، حتى يكون لتوجيهه ولعمله التربوي مصداقية ووزن في نفوس المتربي أو المتربين. وكما كان هو صلى الله عليه وسلم قدوة لهؤلاء الشباب، كان يأمر الأولياء والآباء أن يكونوا كذلك، أن يكونوا قدوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يباشر الجميع. ذات مرة مر بامرأة وهي تنادي ابنها: يا بني هات أعطيك شيئا. فقال لها: ما كنت معطيته؟ قالت: تمرة. قال: أما والله لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو إذن يعلم الآباء أن يكونوا قدوة للأبناء. والوسيلة الثانية وسيلة المباشرة، المباشرة. لم يكن صلى الله عليه وسلم قاصرا على الأقوال وعلى النصائح والمواعظ القولية، بل كان يباشر فعلا عمله التربوي، كان يباشر الشباب والفتيان بالتربية، كما تقدم لنا في قصته مع الفضل بن العباس، مع المرأة الخثعمية، وكما تقدم لنا قصته مع الغلام الذي كانت يده تطيش في القصعة وفي الإناء. ومن أمثلة ذلك أيضا يقول حذيفة بن اليمان: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، يعني هذا ضمن الحديث، فافتتح البقرة فأطال، فقلت: يركع عند 100 ثم مضى، فقلت: يجعلها في 2 ركعتين ثم مضى حتى انتهى من سورة البقرة، وفتح أو افتتح سورة النساء هكذا، النساء ثم آل عمران، بهذا الترتيب كما رواه مسلم. فالذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر التربية بيده، فهذا واحد من الشباب يباشر تربيته الروحية، النبي صلى الله عليه وسلم يباشر هذه التربية، ولا يكتفي فقط
بتقرير الموعظة والنصح وبتقرير الكلام، بل يباشر، يأخذ بيده مباشرة ويقفه بجانبه ليقوم. وغير حذيفة صحابي آخر من شبابهم، وأظن أنه عبد الله بن عباس، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، طبعا دائما هذه الصلاة في تطوع قيام الليل، فأطال القيام حتى لقد هممت بأمر سوء. قالوا: وما هممت به؟ قال: هممت بأن أجلس وأدعه، لأنه أطال به القيام. ولكن يهمنا أنه واصل معه صلى الله عليه وسلم. الوسيلة الثالثة هو رفع المعنوية للشاب، للفتى، تقديره وإشعاره بكرامته وجعله يثق بنفسه انطلاقا من ثقته بالله عز وجل. فمثل هذا من شأنه أنه يقويه ويقوي شخصيته. ذات مرة، أو من الأمثلة الواضحة هنا، أنه صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك، في واقعة هذه القصة، كان ممن استشارهم في أهله، في عائشة رضي الله عنها، أسامة بن زيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أسامة في عائشة ضمن من استشارهم من كبار الأمة. فهذا يدل فيما يدل عليه من دلالته إشعار هذا الفتى بأن له قيمة، وبأنه أهل للاستشارة، وبأنه أهل لأن يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان أهلا لذلك، فلقد كان جوابه أنه أثنى على عائشة خيرا، قال: ما علمنا عنها إلا خيرا. ويحكي لنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب لبن أو عسل أو غيره، فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ لأن من الآداب والمكارم أن يبدأ عن يمينه، ولكن الذي كان عن يمينه هو الغلام، فأراد أن يبدأ بالأشياخ، فكان لابد أن يستأذن الغلام، لابد أن يشعره بأن هذا حقه. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. الحديث رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بفتية، بل بصبيان غير بالغين، كان يسلم عليهم. فحتى في السلام على الصبيان إشعار لهم بما لهم من قيمة، بما لهم من كرامة آدمية. ثم الوسيلة الرابعة، وهي مكملة لهذه ومتممة لها، هي الإشعار بالمسؤولية، إشعار الفتى بالمسؤولية، بل وتكليفه بها حينما يكون الأمر مناسبا. وهذا أمر يقرره النبي صلى الله عليه وسلم حينما، يعني في حديثه الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وضمن هذه المسؤولية يأتي الولد، والولد راع في بيتي أو في مال أبيه، وهو مسؤول عن رعيته. فالإشعار بالمسؤولية وتحميل هذه المسؤولية والتكليف بها كانت وسيلة من وسائل تربية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب والأولاد. الكل يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أرسل مصعبا بن عمير
كلفه بمهمة جليلة، جليلة القدر بل وخطيرة، وهي مهمة الذهاب إلى المدينة إلى الأنصار الذين آمنوا وتعليمهم أمور دينهم. تكليفه بهذه المهمة، مهمة السفارة بينه صلى الله عليه وسلم وبين من أسلم من الأنصار في المدينة، وهو لم يكن يومئذ يتجاوز 20 إلا بقليل، إلا بقليل، لأنه حينما مات في أحد كان ابن 29 سنة. كذلك أيضا من هذه الأمثلة أنه صلى الله عليه وسلم جعل زيدا بن ثابت الأنصاري الفتى، جعله ممن يكتب الوحي على عهده صلى الله عليه وسلم، استكتبه للوحي وهو شاب فتى. ومن أمثلة ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم جعل على رأس جيش بكامله أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة، ولم يكن سنه يومئذ يصل 20، قيل إنه كان ابن 18 سنة. وأرسل معاذا بن جبل وهو ابن 24 سنة إلى اليمن قاضيا بها ومعلما الناس بها. فهذه أمثلة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد هذه الوسيلة كثيرا، وهي الإشعار بالمسؤولية وتحميل الشباب إياها إذا كانوا أهلا لها طبعا، وإعدادهم لأن يكونوا أهلا لها. ثم الوسيلة الخامسة وسيلة الترغيب والترهيب، تحبيب الواجب وتكريه الحرام، وحمل هؤلاء الناشئة على الالتزام بدين الله عز وجل عن طريق تحبيب الواجبات وإبغاض المحرمات. والوسيلة السادسة هي وسيلة وأسلوب الرحمة والرفق. ففي تربيته صلى الله عليه وسلم لم يكن عنيفا، كان في منتهى الرحمة والرفق، حتى إنه يقول يا عائشة، يا عائشة عليك بالرفق، فإنه ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. لكنه لم يكن قاصرا على تقرير هذا المبدأ وهذه الوسيلة فقط بالكلام، بل كان يباشره وقدوة فيه. يقول لنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الفتى الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. فهذا دليل على منتهى الرفق واللين والرحمة التي كان يعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويربي بها الناشئة والشباب. ويحكي لنا معاوية بن الحكم السلمي فيقول بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته دعاني، لم يؤنفه لم يشتد عليه، ولكنه كما يقول هذا الفتى
قال فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته دعاني فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما قهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، لكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هكذا كان توجيهه صلى الله عليه وسلم وتربيته لهذا الفتى وإقلاعه عما كان عليه بهذا التوجيه النبوي الرباني. ثم الوسيلة السابعة، وهي وسيلة لا يلجأ إليها إلا في النهاية، وهي وسيلة العقوبة، لا مفر منها عند الاضطرار إليها، ولكن لا يوصل إليها إلا عندما ينعدم غيرها. وفعلا فقد كان صلى الله عليه وسلم يضطر إليها أحيانا فيمارسها وسيلة من وسائل التربية. حينما كان بعض هؤلاء الشباب يرتكب جريمة من الجرائم حدا من حدود الله ويثبت عليه ثبوتا شرعيا، فقد كان يقيمه عليه الصلاة والسلام. وما قصة ماعز الفتى ببعيدة؟ هذه جملة من الوسائل، وهناك وسائل أخرى إذا تتبعنا السيرة النبوية نقف على مثلها. فهناك ثامنا التلقين، لأن مرحلة الصغر كل ما نلقنه من قيم ومبادئ، كل ما نلقنه من علم وفقه ومعارف لهؤلاء فإنه يرسخ فيهم. فإذا التلقين، تاسعا الوعظ، عاشرا الرفقة الصالحة، الحادي عشر استغلال ما يقع من أحداث وتوجيه الشباب واستثمار هذه الأحداث لتربيتهم، أمثلة هنا كثيرة. ثم الثاني عشر عن طريق القصة مثل الصغار، الثالث عشر عن طريق القراءة، ثم عن طريق السماع، ثم عن طريق التشجيع المعنوي والمادي، ثم السادس عشر عن طريق التوجيه، توجيه الشباب نحو الاستفادة من أخطائهم وأغلاطهم. كعب بن مالك الأنصاري الشاب الفتى غلط غلطا فادحا، وهو تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من عمق تربيته وهديه النبوي لم يترك هذا الخطأ يمر سدى، بل جعل منه تربية وتوجيها لهذا المخطئ. فكان هذا الخطأ بفعل تربية النبي صلى الله عليه وسلم الذي استثمرته واستغلته، كان نتيجة ذلك أن قفز هذا الخطأ بكعب بن مالك الأنصاري إلى مستوى أعلى في الإيمان والرسوخ الجهادي، حتى إن الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم وأمر أن نكون مع مثله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم أخيرا ننتقل إلى المحور الأخير، وهو ثمرة هذه التربية أو الوقوف على بعض النماذج التي تقدم لنا هذه الثمرة، ثمرة التربية النبوية. ألخصها في أن هؤلاء الشباب الذين تربوا في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تربوا على عين رسول الله ورعايته وعنايته وإشرافه، كانت النتيجة والثمرة أنهم خرجوا في هذه المدرسة النبوية التربوية، خرجوا وأصبحوا شبابا صغارا في مظاهرهم وفي أجسامهم، ولكنهم يحملون عقولا كعقول الشيوخ الكبار، صغار في أجسامهم كبار فيما يحملونه من قيم، فيما يحملونه من معارف، من فكر عميق، من فقه بالدين
ولهذا يصدق عليهم كما قلت سابقا ما وصفهم به سيد قطب رحمه الله تعالى من أنهم الجيل الفريد، الجيل الفريد، فعل الفريد. ولأجلي هذه الثمرة أعطي مثالا واحدا من هؤلاء الذين ربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معاذ ابن جبل. هذا الصحابي الجليل نتيجة هذه التربية النبوية يصبح من علماء الصحابة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم حينما أثنى على جملة من أصحابه أصدقكم أبو بكر وأجرأكم في الحق عمر وأشدكم حياء عثمان وأقضاكم علي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، معاذ بن جبل. فأعلم الصحابة وأفقههم بالحلال والحرام هذا الفتى الشاب معاذ بن جبل الأنصاري. سأله أحد المسلمين أن يعلمه فقال له هل أنت مطيع إذا علمتك؟ قال إني على طاعتك لحريص. فقال معاذ صم وأفطر وصلي وصم وصلي ونم واكتسب ولا تأثم ولا تموتن إلا مسلما وإياك ودعوة المظلوم. فانظروا إلى هذا العلم الذي أشبع به معاذ بن جبل، والذي يخرجه من مشكاة النبوة، من مشكاة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول عمر لولا معاذ ابن جبل لهلك عمر، يعني أنه كان يفتيه في كثير من صعاب القضايا. وفيه أيضا يقول عمر مما يفيد أنه أي معاذ أهل لأن يكون خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. يقول لو كان معاذ بن جبل حيا ووليته ثم قدمت على ربي عز وجل فسألني من وليت على أمة محمد لقلت وليت عليهم معاذ بن جبل، بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة. ومعاذ هذا رغم كونه شابا فتى وقد مات شابا كما سأكون في الحق عمر وأشدكم حياء عثمان وأقضاكم علي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، معاذ بن جبل. فأعلم الصحابة وأفقههم بالحلال والحرام هذا الفتى الشاب معاذ بن جبل الأنصاري. سأله أحد المسلمين أن يعلمه فقال له هل أنت مطيع إذا علمتك؟ قال إني على طاعتك لحريص. فقال معاذ صم وأفطر وصلي وصم وصلي ونم واكتسب ولا تأثم ولا تموتن إلا مسلما وإياك ودعوة المظلوم. انظروا إلى هذا العلم الذي أشبع به معاذ بن جبل، والذي يخرجه من مشكاة النبوة، من مشكاة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول عمر لولا معاذ ابن جبل لهلك عمر، يعني أنه كان يفتيه في كثير من صعاب القضايا. وفيه أيضا يقول عمر مما يفيد أنه أي معاذ أهل لأن يكون خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. يقول لو كان معاذ بن جبل حيا ووليته ثم قدمت على ربي عز وجل فسألني من وليت على أمة محمد لقلت وليت عليهم معاذ بن جبل، بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة. ومعاذ هذا رغم كونه شابا فتى وقد مات شابا كما سنرى، رغم صغره فإننا بالاطلاع على سيرته وحياته نجد في جانبه هذا، جانبه العلمي، أنه قد روت عنه جملة من الصحابة، رووا عنه حديث رسول الله ورووا عنه العلم، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وأبو قتادة الأنصاري وأبو ثعلبة الخشني وعبد الرحمن بن سمرة العبشمي وجابر بن سمرة وغيرهم. كل هؤلاء الصحابة رووا عن معاذ وأخذوا منه. وقد ذكر ابن حجر في كتابه الإصابة عند ترجمته لمعاذ أنه كان من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك، أكثر من كونه عالما، كان راسخا في العلم، كانت له مكانة سواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند الصحابة. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذات يوم: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما مكانته ومنزلته عند الصحابة فمما يبرزها ما نقل عن أحد المسلمين أنه قال: دخلت المسجد فجلست مجلسا فيه بضع وثلاثون كلهم يذكرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحلقة شاب شديد الأدمة حلو المنطق وضيء، يعني وسيم جميل، وهو أشب القوم سنا، أصغرهم سنا، فإذا اشتبه عليهم من الحديث شيء ردوه إليه فأفتاهم، ولا يحدثهم إلا حين يسألونه، ولما قضي مجلسهم دنوت منه وسألته: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا معاذ بن جبل. الشاهد عندنا أن كبار الصحابة كانوا يسألونه ويستفتونه في معضلات الأمور، كذلك أيضا يقول الأسود بن هلال، وهذا يعني يعكس جانبا آخر في شخصية هذا الشاب، وهو جانب يعني عمق الإيمان، عمق الإيمان ودقة ورهافة حس هذا المؤمن، حسه الإيماني ويقظته. يقول الأسود بن هلال: كنا نمشي مع معاذ فقال لنا: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. فإذا إلى جانب علمه الذي أخذه ورسخ فيه لم يكن قاصرا على ما علم، بل كان يعيش ثمرة هذا العلم المتجلية في هذا العمق الإيماني، في هذا الوعي الدقيق العميق، وعي الإيمان العميق، في هذه اليقظة. بل يصل معاذ بن جبل في هذه اليقظة القمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القمة في الوعي واليقظة، أو ما نسميه الآن القمة في الشهود الحضاري. الرجل كان يعيش حياته شاهد عصره، لا تفوته لحظة من اللحظات إلا وهو فيها مؤمن، لا تفوته برهة من الزمان إلا وهو فيها مربوط بالله عز وجل، واعيا يقظا يعيش إيمانه ودينه.
هذه القمة التي وصلها هذا الفتى يشهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حينما لقيه ذات صباح قال لمعاذ: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ ما علامة إيمانك؟ ما أمارة هذا الإيمان ودليله؟ قال: انتبهوا معي الآن إلى هذا الكلام الذي يعني فعلا يدل على هذه اليقظة الحضارية. قال: ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي. انظروا إلى هذا الحضور، الرجل كان حاضرا بوعيه في كل لحظة. ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي، ولا أمسيت مساء إلا ظننت أني لا أصبح. هذا منتهى اليقظة، منتهى الوجود الحقيقي، منتهى الشهود الحقيقي على الواقع والحياة. ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها غيرها. هذه منتهى اليقظة. وقد كان هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أو معظمهم في هذا المستوى. وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها، كأنه أصبح يتمثل أمامه يعني يوم الآخر يوم القيامة. وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون. وأمام هذه اليقظة المتناهية التي لا مطمع في غيرها، هذه اليقظة التي لا أعتقد أن غير هذا الجيل يدرك مثلها، أمام هذا المستوى من اليقظة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم، عرفت فالزم. هذا الصحابي الجليل، يعني هناك عن الكثير مما يمكن أن يقال عن سيرته وعن حياته باعتباره نموذجا من النماذج التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم وخرجها على يده، الكلام طويل فيه. ولكن الذي أريد أن أثير الانتباه إليه هو أن هذا الصحابي الجليل حينما نسمع عنه هذه السيرة وحينما نسمع عنه هذه الأخبار وهذه التجليات وهذا المستوى العميق في التربية وفي الرسوخ في الدين وهذه الحركية والجهادية العميقة فيه، حينما نسمع عنه هذا نعتقد أو يتبادر إلى الذهن أنه رجل شيخ كبير، ولكن الحقيقة أنه كما قلت لكم قبل مات وهو فتى. قيل إنه مات وهو ابن 28 سنة، وقيل إنه ابن 33 سنة أو 34 سنة. ومهما كان، كان ابن 28 سنة أو 34 سنة، فلا يمكن بميزاننا نحن أو بموازيننا ومعاييرنا نحن أن يصل الشاب ابن ثلاثين سنة إلى هذا المستوى بما نملكه نحن من إمكانات وبما نملكه من أدوات وأساليب في التربية. لا يمكن أن يصل إلى هذا المستوى في مثل هذا السن إلا من رباه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وعلى عينه. وهذا المستوى إذا تتبعنا
حياة الصحابة رضي الله عليهم نجد أنهم ينقلونه إلى من بعدهم، ينقلون هذا المستوى من التربية إلى الجيل الذي بعدهم وإلى الذي بعدهم. و الحقيقة أن الموضوع ما زالت له ذيول وما زالت له أطراف، ولكن أرى أن الوقت يزاحمنا، وكان بودي أن نستفيض وأن نزيد في هذا الموضوع إثارة كما قلت، وتنبيها وإحياء لما يجب أن نشعر به وأن نستحضره من مسؤولية أمام هؤلاء الشباب، ومن مسؤوليتهم هم أنفسهم ووعيهم بواقعهم وبذواتهم. قلت كان بودي أن نستمر في هذا، ولكن لا خيار مع الزمان، فأكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو أن يكمل هذا مرة أخرى وفي فرصة أخرى ولو على يد غيري إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.